دكتور احمد، قول لنا بقى الكرة والتطوير هيشمل ايه، وبداتوا بايه، ولسه المفروض الخطوات اللي بعد كده، يعني اولى الخطوات ايه؟ طيب، هو طبعا تم اطلاق مبادره تطوير قرى الريف المصري من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بادخال حوالي 51 مركز ضمن دائره اهتمام الدوله، وضمن ضمن تطوير القرى فيها. احنا في اسوان هنا نصيبنا كان كبير بفضل ربنا، يمكن عندنا مركزين كاملين هيخشوا بقراهم، مركز كومومبو ومركز ادفو. المركزين ادفو وكومومبو ايوه المركزين داخلين التطوير. المركزين بيحتووا على 68 قريه. ايوه، يمكن بتضم ال 68 قريه دول بيشملوا 22 وحده قرويه بالقرى التوابع بتاعتها. ايوه، فتم البدء في رفع الاحداثيات بتاعه الاماكن وتوفير الاراضي لجميع المشروعات والاحتياجات الاساسيه بتاعه القرى. ابتدينا يمكن من حوالي اسبوعين بمشروعات الصرف الصحي اللي هي ذات اولويه لدى الناس، ومشروعات المياه الشرب. ابتديتوا من اسبوعين بالصرف الصحي ومياه الشرب. بالصرف الصحي دخلنا فيه 10 محطات معالجه. أيوه. بالروافع بتاعتهم بتم تنفيذها من خلال الهيئه القوميه للماء الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي التابع لي هنا في اسوان. تم يا ريت لو معانا صور نوضحها للساده المشاهدين اللي بيقولوا دكتور احمد. تم اصدار اوامر الاسناد للجهات اللي هتشتغل في القصه دي، والاستشاريين كلهم نازلين بحيث ان هم يشوفوا الاماكن بالظبط ودراستها ودراسه المنحنيات اللي هتتم فيها والكلام. على الناحيه الثانيه شغالين في قطاع الابنيه التعليميه. هايل. تم رصد حوالي 39 مدرسة شغالين فيهم. 39 مدرسة حالتهم سيئة تقصد ولا؟ لا، حالتهم سيئة طبعا. تم رصدهم من خلال احتياجات الأهالي، وبيتم رفع كفاءتهم على مستوى المحافظة، وجاري حاليا 10 مدارس تانية اللي هيئة متمثلة في الفرع بتاعها هنا في أسوان على إصدار أوامر الإسناد للجهات اللي هتشتغل فيها. المدارس يا دكتور احمد، بعد اذن حضرتك، المدارس بتتكلم على صرف صحي، بتتكلم على ميه، ولا بتتكلم على بتتكلم على حاله المدرسه نفسها؟ لا، حاله المدرسه كلها، المدرسة كانشاء نفسها وكتجهيزات وكل حاجه. تجهيزات، حتى التجهيزات كانت سيئه في المدارس. بالظبط، كانش يعني فيه خالص الدكه، الكرسي، السبوره، الحاجات دي نفسها. الحاجات دي نفسها كانت متهالكه. بالظبط. داخلين برضو تظبطوها؟ داخلين. هيئه الابنيه التعليميه هنا في اسوان. أيوه. بالاشراف المباشر من السيد المحافظ بتطور كل المدارس اللي تحتاج الى رفع كفاءه. وفي نفس الوقت بننشئ مدارس. بتتكلم على رقم مدارس كتير، بتتكلم على عدد كبير. هو استاذ الرئيس، يمكن يعني نتيجه الاصلاح الاقتصادي اللي تم في مصر في خلال الفترات اللي فاتت، ده بيجني ثماره كل الناس الغلابه اللي موجوده في القرى حاليا. نعم. يعني كل المشروعات اللي بتتم، انا يعني ستوجه بشكل مباشر لعقد جلسات استماع لكل الناس، بحيث ان انا خلاص انا كدوله ما بعملش اللي انا شايفه بس، لا انا باخد راي الناس كمان كلها. يعني حضراتكم في المحافظه يا دكتور احمد عملتوا حوار مجتمعي مع اهالينا في اسوان، وكانت القرارات بالاولويات كانت مساله متفق عليها مع اهالينا في اسوان. تعرف ان ما احنا بصينا لكل الحاجات اللي تمت من خلال عقد جلسات الحواريه مع كل المواطنين في القرى. كل قريه بيتم فيها عقد جلسه حواريه، بنسمع الناس كلها بكل المطالب اللي هم طالبينها. بعد كده بتتعرض على الساده التنفيذيين اللي موجودين في المحافظه، ويتم توفير ليها الاعتماد المالي من المبادره، ونبدا في التنفيذ اللي تم بدء فيه زي ما قلنا في الهيئه في الصرف الصحي وفي الابنيه التعليميه، وان شاء الله جاري تباعا كل المشروعات اللي طلبوها الاهالي. تمام، شغالين بالتوازي، صرف صحي، ميه، التجهيزات الجديده، واعاده تشغيل المدارس بشكل افضل. طبعا واحنا يمكن السيد الرئيس وجه لاكثر من كده كمان، ان احنا هنبص على الظروف الاقتصاديه بتاعت الناس، وهنحاول نطور بعض المنازل اللي هم موجودين عليها. لا. وبعد كده كمان على الناحيه الاهم من كده، ان هو التطوير ما شمالش البنيه التحتيه والاحتياجات بس. انا ببص الدوله هنا بتبص في الظروف الاقتصاديه بتاعت الناس والظروف الاجتماعيه بتاعتهم، من خلال توفير تمويل لبعض المشروعات الصغيره والاهتمام ببعض المشروعات متناهيه الصغر. ده كله جاي بالتوالي.